في النهارات اللي فاتوا كنت نترينا في السالتسبور عادي، لين جاني مخي وقال لي يا اخي انا نجم نعمل باك فليب في اي وقت نحب عليه. وما كنتش من العكسين، مشيت نجري نعمل في الباك فليب. برشا عباد كي يطيحوا الطيحة هذي يقعدوا خايفين من الباك فليب وما عادش ينجموا يعملوه، وكل ما يقفوا باش يعملوا باك فليب يرجعوا يتذكروا المرة اللي طاحوا فيها ويخافوا لا يطيحوا مرة أخرى. أما أنا لقيتها فرصة وقلت من اليوم باش نخدم على الباك فليب متاعي، وهذاك كان النهار الأول في تصليح الباك فليب. باش ما نطيحش مرة أخرى عملت كأني أول مرة باش نعمل باك فليب، من الأول نقزت ومن بعد عملت رولا دارية خممت فيها بالكدا بالكدا وعملت الباك فليب الأولانية من بعد الطيحة. وهذه أهم خطوة على خاطر من بعد ما تطيح كان ما تعملش باك فليب في ساعة وراها تقعد خايف منها من بعد. على ذلك لازمك تكسر خوفك بالوقت، تحط في الباك فليب تعمل واحدة أخرى وراها. ارتحنا من الخوف توا باش نتصلحوا العلو. كنت لاحظوا توا انا قاعد نعمل في الباك فليب وكي نهبط نهبط واطي على الاخر، والسبب هو اللي انا كي نجز نوخر التالي مش نطلع لفوق. على ذلك لازمني نعاود ونعاود ونعاود وكل مره نحاول نطلع لفوق اكثر من المره اللي قبلها. من النهار الاولاني وكنت خارج منه بحاجتي، الاولانيه اللي انا ما خفتش منها بعد ما طحت، والثانيه اللي انا قاعد نطلع بشوي بشوي. دخلنا في النهار الثاني وباش نجبر روحي اللي انا ما نوخرش بالكدا وقفت ورايا حيط، وردوا بالكم لتبعوني وتقفوا قدام حيط وقت اللي باش تعملوا الباك فليب خاطر اختيرة على الاخر الحكايه. ولهنا قاعد نخدم مع التسيبه خاطرني قاعد نسيب على بكري شوي ما نجمش نكمل الدوره. والتبيه الخضراء اللي حطيتها ورايا باش نعرف روحي كان قاعد نسيب على بكري ولا لا، خاطر كان باش نسيب على بكري باش نولي نزلق. وقتها نعرف روحي اللي انا لازمني نقعد شادد ساقية اكثر شوي. وقعدت نخدم واحدة ورا واحدة حتى كفلين تعبت وما عادش نجم نعطي فورس، لين وليت نهبط على ايديا وساقية مرة أخرى. والغادي وين عرفت اللي وصلت لليميت نتاعي ولازمني نقف، وإلا راني باش نطيح مرة أخرى وباش تصيرلي نحارب الخوف من الأول وجديد. وصلنا للنهار الثالث وخرجت انا والولاد للغازون في حي النصر، بقاو هما يتكربصوا شنو يحبوا وانا شديد في الباك فليب. النهار الاول خدمت على الخوف والطلعه، النهار الثاني خدمت على التسييبه، النهار الثالث باش نخدم على الروتاسيون. وكي نقولوا روتاسيون نقولوا اغروباج، يعني لازمني كي نشد ساقيا نقربهم ماكسيموم البدني. وكيكه في ساعة مندور. وتو باش نقارنوا اول باك فليب من بعد الطيحه في النهار الاول واخر باك فليب في النهار الثالث. وهذا الفيديو نتاع اليوم، حاولت باش نحسن فيه الباك فليب نتاعي لو ماكسيموم بوسيبل. مازالوا برشا حاجات ينجموا يتحسنوا فيها الباك فليب، وحاجه من اهم الحاجات هذوما هي الفيزيك، خاطر كي يبدا البدن مخدوم كل شيء يسهل في الباركور. كان عجبك الفيديو اعمل لايك، اكتب كومنتير كان تنجم تعمل باك فليب ولا لا. كالعاده ما تنسوش الدعاء لاخواننا في غزه، وانشر الهاشتاج هذا فري بالستاين.